أهم شيء لا تصلها بين صلاة الفريضة وصلاة السنة. طيب إذا ما تكلمت مع أي أحد عادي أغير مكاني صح؟ هذا المطلوب، هذا اللي واجب. حلو حلو. واجب أنك تغير مكانك إذا ما تكلمت مع أحد. حلو. أو أنك تفصلها بتسبيح وأذكار. هذا يعني النقطة اللي كنت حاب أوضحها. جزيت خيرا على جزاك الله خير على المعلومة اللي سنة قبل صلاة المغرب. أيه سألت عنها أبوي اليوم قال لي أنها فيما معنى الحديث، والله أني ما يحضرني الحديث نفسه، لكن فيما معنى الحديث يقول أبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بين الصلاة بين الأذان والمغرب صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب إلا من شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وأيضا في سنة بين الأذان والإقامة في كل صلاة تدخل فيها تحية المسجد وتدخل فيها أكثر من نية. ها؟ نتسنن؟ بسم الله. في سنة؟ أكيد. طبعا الشيء عادي إن الواحد يخطي ويوضح خطأ. أكيد بالعكس. وهذا من الشيء اللي والله ودنا يكون فيه. بالعكس كذا استفدنا أول شيء. صح. من استفدنا وفدنا. وفدنا أنفسنا بعد. بالعكس استفدت من البحث. صحيح. معلومات ما تبيها لكن استفدت منها. فوائد كثيرة وعديدة. لك العافية يا سليمان. وشو؟ واحد اثنين بلغت. طيب خلاص نصر نسحب عليك يا رب. صح سنة بس فضيت. من اللي بيصلي المغرب؟ وش موضوعك؟ ها؟ على ما يتوضع بالله. على ما يتوضع. ارميز. الله أكبر. ها؟ ايه بس اصبر 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 ماشي خلاص استنى استنى أحس إني فخم. يلا عبدالله. يلا. أقم. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تسلمك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه. اللهم صل وسلم. فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيل يا رسول الله من البخيل؟ قيل من ذكرت ولم يصلي عليه فأصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فمن يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام يرد له السلام وهو في قبره ويشفع له بإذن الله يوم القيامة، وهو شفيع أو يشفع يمكن أكثر من 70,000 لأمته. فعليكم بالصلاة والسلام على رسوله وكثرة الصلاة والسلام في أوقات مثل يوم الجمعة وقبل بين الأذان والإقامة وفي أوقات كثيرة. اللهم صل وسلم. هذا كلامي وجزاكم الله خير. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. الصلاة على الحبيب محمد لا تقتصر على وقت معين. أكيد. صحيح أنها في أوقات معينة لها فضل أكبر، لكنها لا تقتصر على وقت معين. النبي عليه الصلاة والسلام النقطة اللي قلتها اللي تعرض عليه صلاته، صلاتك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه في يوم الجمعة، هذه في الساعة الأخيرة أو إنها المهم إنها في يوم الجمعة. هذا شيء. الشيء الثاني أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشي تعريف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي الثناء من عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عند الملأ الأعلى وبس. وعود لسانك وانت صغير على الاستغفار وذكر الله والصلاة على النبي، يعني وانت صغير حاول انك تتعود عشان بعدين إذا كبرت تكون وانت لو جالس كذا فجأة انت قد تستغفر تذكر النبي تصلي، يعني اي شيء بتقوله تذكر الله يعني في اي وقت، لان بعضهم وهم ما تعودوا وهم صغار يصعب عليه وهو يقولها وهو كبير، يعني ما يمكن يا الله يتذكر، واذا وهو صغير ومتعود بيقدر يقولها في اي وقت بيتذكر
بسرعة، فعود لسانك وانت صغير عشان إذا كبرت يسهل عليك. وقل بعد